أما تجديد الوسط الحضري بمدينة تمرسد فقد أضحى من المشاريع التي أولتها الولاية أهمية قصوى من خلال تهيئة المساحات العمومية والأرصفة وعصرنة الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية. عبد الرحمن شريط. تهيئة مدينة تمنرست عرفت في الآونة الأخيرة وتيرة متسارعة، حيث عرفت بعض الأحياء تهيئة شاملة في حين تتواصل الأشغال بأخرى. في وصل الأحياء ثم راي مازال ظلمة، وإن شاء الله على غرار هذا الشارع رام كايش ورا واحدين ثانيين رام يحسنوا فيهم من دخله كاين طريق الولاية، يعني كاين ما شاء الله، إن شاء الله هذا يكملوه في الساعة والثانية حتى هم يزيدوا يطلوا فيهم إن شاء الله. المدينة لا تنام إذ يتواصل النشاط في شوارعها إلى ساعات متأخرة من الليل. فيما يخص استعمال الطاقة النظيفة من خلال استغلال الطاقة الشمسية، انطلقنا في مشروع هام مهم جدا يحتوي على 900 نقطة ضوئية، أي ما يعادل مسافة طولية بما يقرب 20 كيلومتر على مستوى مدينة تمنرست. العملية انطلقت راه عندها واحد الأسبوع بغلاف مالي يتعدى 16 مليار سنتيم. بالموازاة فيه برنامج اللي كشريحة أولى انتهينا منه على هو التهيئة الحضرية على مستوى مدينة تمنرست، ورايحين ننطلقوا إن شاء الله في الأيام القريبة بشريحة ثانية تتعدى المليار دينار جزائري راح تخص الأحياء الشعبية. استعمال الطاقة الشمسية والتقنيات الحديثة حسن من نوعية الإنارة الليلية، علاوة على الفوائد الاقتصادية والبيئية، مما يؤهل تمنرست لتكون مدينة عصرية.